بعد وضع ألماسة من عيار نصف قيراط على صفيحة فولاذية تبدأ التجربة. تقترب المدحاة ببطء نحو الألماسة. ما الذي سيحدث؟ توقف! أين ذهبت الألماسة؟ لقد سقط شيء عن المدحاة. إنها الألماسة، سليمة تماماً. بالمقارنة مع ما حدث للأسطوانة، فقد تركت الألماسة أثرها محفوراً عليها وشقاً في الصفيحة الفولاذية على شكل الألماسة.